مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قدوات. في هذه الحلقة نستضيف لكم الشيخ محمد الأغضف والمحمد السيدي. أهلا ومرحبا بكم معنا الشيخ القارئ محمد الأغضف والمحمد السيدي. الشيخ محمد الأغضف، لنتحدث عن النشأة والبدايات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا أسرى الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا على هذه الاستضافة، وإن كنت لم أكن أهلا لها، لكن نزول عند رغبتك رغبة المشاهدين والمستمعين، سأبدأ بعون الله تبارك وتعالى متحدثا عن نشأتي. ولدت بجنوب المغرب في بلد يسمى ضليعة الأمهار والمزربيين، وهو الذي يقول فيه الشاعر الأديب المفلق المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العنب العتيق قد زاد أرجاء المزرب الصيب فبث على النبات مجهودها المهم مزرب. ودرست وجئت هنا بعد أن ولدت، جئت هنا عندي 12 سنة ودرست القرآن في بيئتي وأهلي، أهل غورس، على المرحوم المختار بن أحمد بن باب. نعم، فلنتحدث عن مراحل القراءة، مراحل الحفظ. الحمد لله، قرأت القرآن في سنة تزيد قليلا وتنقص قليلا، و قرأت رسم طالع عبد الله على محمد الحسن بن عبده. وعندما جئت إلى واكسوط تاقت نفسي بالذهاب إلى الشيخ عبد الله بن دادة، ومكثت عندهم عدة أشهر أو نحو ذلك. وجئت هنا للعلاج، ثم توفي بعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وصرت نتطفل على موائد حملة القرآن هنا وتلقى عنهم، وبالحسانية استلوى. وتلك المناسبة تارة ذهبت إلى أهل الماء وصاحبت قراء بن أحمد يورا فترة من الزمن، استمع منه و طورا نمارس التجارة الحمد لله. هذا وعندما كان سنة 84، متى كان وقت تسجيلكم للمصحف في الإذاعة؟ هو ما سأبدأ وأقول لك، عندما كان سنة 83 شاركت في مسابقة في السعودي، وكان الحمد لله حالفني الحمد لله أني نجحت، وذهبت أنا وأربع أشخاص معي إلى مكة المكرمة، ومكثنا هناك شهر، وجئت هنا مصحوبا بشهادة التقدير ومكافأة. وبعد ذلك بأشهر أرسلت لي الإذاعة الوطنية بواسطة سيد حمد بن متاه والمرحوم محمد محفوظ رحمه الله وعبد المختار الشريف الطاهر، وهو الذي أشرف على تسجيل المصحف عبد المختار. نعم، رحمه الله. رحمه الله تبارك الله والله. ونحن الآن نسجل هذه الحلقة في المكتبة التي سميت على اسمي عبد المختار الشريف. والله والله عرفت والله يكون هناك يقال المحفوظات أنا ذا. نعم. وعندما انتهى التسجيل، كم قضيتم من الوقت في تسجيل المصحف؟ كثيرا، لأن ذاك 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 الزمن كثيرا ما ناتي إلى هنا نجد تارة الأشرطة غير موجودين، وتارة الاستديو غير جاهز، ومكتب التسجيل قرب سنة. هل كانت فيه لجنة موجودة وقت التسجيل؟ لا، يشرف عليهم عبد المختار إلى نهايته. الشيخ، نختاركم تقدموا للمستمع والمشاهد نموذج من قراءتكم. سنقدم نموذجا إن شاء الله من قراءتي، ولكن قراءتي اليوم
لم تكن قراءتي آنذاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الشيخ، البعض من الموريتانيين في هذه الفترة القراء دائما متأثر بقراءات المشارقة، شنو رأيكم في ذلك؟ كل وليلاه. أنا متأثرا، أنا نفسيا متأثرا بقراءة المرحوم محمود خليل الحصري ومحمود الطبلاوي، وكثيرا ما أحاول أن أحاكيهم، ولكن لا نعود ساعتي أنا وحدي، اللي خايف لان ينعثر علي تبارك مع شي ما قد نعدي، وهم تبارك الله الناس اللي تبارك الله هم فيها، تبارك ناشئ، تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله، تبارك الله، الحمد لله. والقرآن هذا تلاوته منين بينتقل، تنقلوا من مرحلة لمرحلة، منين ينطرح تنقلوا من مرحلة لمرحلة، وأنا تبارك الله استمعوا إليهم تبارك الله، وكثيرا ما تبارك الله الحمد لله، تبارك الله لباس بهم تبارك الله، هذا الحمد لله إن جزاهم الله خيرا بأحسن جزائه، وذاك الحمد لله مشجع لنا. نعم الشيخ، أنتم سجلتم، الشيخ أنتم سجلتم المصحف برواية ورش، هل كنتوا عندكم خيارات والله لا اخترتوه لأنه هو ذيك الساعة القراءة الموجودة؟ هم طلبت مني، هم طلبوا مني مصحف سجل برواية ورش، ومنين فيه بليدات كيف القراءة، كيف قالوا يا أبانا ما لك لا تامننا، منين الحقت في التسجيل، تليت له نقراها بشهر رواية فيها اللي هي الروم، وقال لي محمد المختار نقراها بقراية أهل وفل، وأنا أصلا متأثر من قراية يسلمون له محمد حيد، متأثر به تماما وتطربني جيد وتنعش، وكيف تاك من الحقتم واللي في التسجيل في الصالة طالع وقف وطفئ شار يعني وقف وقفت، وأنا قريتها بتفخيمة تفخيم ترقيق اللام، قال لي هي، قال قلت له هي فيها الخلاف والخلف في طالة وفي صالة وفي ذوات الياين أمالة، قال لي اقراها انا هذا قريتها بذاك اللي قال لي مثلا مولي به اللي هو. الشيخ، تذكرون المواقف الصعبة اللي اجبرتوا وقت التسجيل اللي من ضمنها كيف قلتوا عدم جوزية الاستديوهات والاشرطة؟ أمت المشكلة رأيت هذيك الساعة لا قضية النقل، أي تنجي نعود جاي من بعيد ونجي في وقت حامي، والعود ذاك مثلا يأثر على الخرز، كانت تبارك الله وغلب عليهم واللي تبارك الله الحمد لله فمشي هاك. من دراي كانكم تقاضيتوا أجر على تسجيل المصحف من إدارة الإذاعة وقتها؟ وحدد مبلغ للمصحف الله يسجل وخلق فيه الخلاف، ومشيتانا واللجنة اللي بعض المشرفة علي مشينا لبعض من الأقوال، نختار ونعرف القول اللي مشيتوا عليه شنو؟ القول اللي مشينا عليه 100,000، 100,000 ذيك الساعة فضة، هو كانت مخصصة له شيء أكثر من ذلك. إن شاء الله عملوا في التسجيل اللي قدروا عليها الله.
مدرى الشيخ كان دار كلاب طلبت منكم لإذاعة تسهيل مصحف جديد وبرواية أخرى، شنو ردة فعلكم؟ الرواية الأخرى أن عرف الله ورسول الله قالوا الأخرين ما قط باركت معهم وذاك اللي يخرص ذاك إلى عادوا اللي ذاك الحكم فيها الله هم إلى عادوا اللي راضين بتسجيل مثلا هذا والله شيء كم ولا ماذا كان بعد قاعد ما تيتعات حوت على تسجيل مثلا. الشيخ أتمنى عندكم محاضرة كيف النموذج اللي تعدلوا من عجل عن طلاب المحضرة يوصلوا للي وصلتوا انتم من جودة القراءة؟ أنا ما حضرت اللي شرفت أنا عليها اللي السيد اللي قاعد واحد من تلاميذه عندي مبدأ ما يكتب التلميذ يفهمه والله ذاك اللي يكتب ونغبدوا فيه لين يعود مسقم يقد يقلع منه أغويد مثال أخضر نقوله إحنا ومنين يوفهم واللي عنده شمن قراية لا بد من يعدلها له وفي النهاية نمشي واحد منهم ولا فات على هذه القرآن ما عنده فيه وقف ولا فيه كلب خاسر وعندي تلاميذ الحمد لله حال الحمد لله متفرقين في موريتانيا هون الحمد لله كلهم الحمد لله عندهم محاضرة وكلهم قرا علي القرآن ما عنده فيه وقف ولا عنده فيه كلمة خاسرة فانتوا صدرتوا حق وعد والله لهم عمال الحمد لله يقروا عندهم الحمد لله محاضر يقروا في القران العظيم بالله الله يلطف اللهم صل على سيدنا الجميع مساواة من عندي لكن عندهم صحيح حسب اللي عندي انا وتوف وانا قاعد مولي البيئه اللي انا ناشئ فيها مثلا كانوا مولي والوسط اللي انا ناشئ فيهم مولي ملاه قاعد يعود ما هو اخبر الناس في راسه. الشيخ مندرا يكان هماتي شيوخر كيف عندكم علاقه بالادب كتابه الشعر؟ قط عندي نظم في الناس خل منسوخ ولا فت عطيت ولذن وعندي نظم تاريخ الخلفاء و ولغنا شي منه زين عندي نموذج قط بعد قلت عامي ذا طلعة يغير جحدوها عن هؤلاء الخلطة الأخرين اللي قط قلت وتوف اللي أنا أصبح راسي قلت راسك يا عقلي راهو الشاب وفى عنك عهد الشباب وبعض من أصحابك عاد الساب والناس اللي كانت تسميك ياس منها طاب وشتاب ولا بين يديه لبين يديك وصغرك مات عنده الأسباب يا العقل كانت فيك شبيك ما ترجع والتوب المتاب أشبه فيك وعاد مواسيك ياسر فيك من آدم مهاب وبك الشيب اللي ياسر فيه حتى انت ما نكون بهاك عند الناس اللي كانت تلغي تسميك عند الناس اللي كانت تلهيك وعدت يفوت عليك شما ذاك ياسر مكان يفوت عليك. شيخ شن هي علاقتكم بهذا الشباب اللي موجودين ضرك في الميادين طبعا مختلف الميادين في الشعر وفي الرواية وفي القصة وغيرها من فنون الأدب المعروف؟ الشباب بارك الله فيهم واحد تبارك الله صنعت تبارك الله شادهم الفصيح وشادهم الحسان وياسر منهم تبارك الله ذاك اللي يقولوا ما يبلع لي الباس ولا يوم وقرش زين عندهم من نسمعه بحسب عني من نسمع مثلا واحد منهم قال شي والله شي ذاك يمه نسمع اغناه باذني يا غير نخرص شخصيته الادبيه قال محمد بن الحميده الموزونه من ادم خلاه ما حدر بيه ولا علاه يعرف عنه لا خيمه الزاه قال حد بعقل وهاني ما هو فعلي قرب لله واثقل الكون والسياني معناه مع معنى مولاه ذاك محد الشاه ذاك واحد بالاقصاني حد اديب وله فتات وزن وكلام ومعاني ومخبر في المعاني لتات الناس تروغ المعاني وله طياح في الاخلاقات ما هو كيف الحد الثاني. ما يلحق اللي يختلف هذا هي عن الناس ينحكى في مجالس كاملين ومن الناحيه الاخرى الناحيه الادبيه حسين الحساني قلت كنت مولي شور جنبيه الخيام شور غورس هون يعني التراب
قلت متوحش الفكاك زيرة الخرز لذاك، متوحش ماني شاك هم غورس الكبير من قبل الشرق، وذاك قليل من كثير. هذا تصريح شيخ. هذا يكسر مسامح بعد به. وفي في فيها فيها كتابات أدبية، فيها فيها طلعة أخرى يقولها أنا تقريبا طلعت، يقولها أنا طلعت دفنت بين خروفة هي وغورس، قال نعطي علب الغامس ونزيد بعدانا في زويرة العبيد، والزاعر نعطيه في الوتيد، نعطي ياسر ما قدو في التنان وزيرة الغريد، وذاك فطم السك شرد، ودار الجنة مستثني من ذاك الطيت على قدو زيرة الخرز، ما نعطيه يكون في زيرة حارثة الدو. شيخ من درك أنكم قد تلقيتوا تكريم من جهات وطنية؟ والله قد كرمتني الإذاعة الوطنية عام فايت، أعطتني 500,000، وأعطتني كتاب أضواء البيان، وأعطتني شهادة تقدير، وقلت لذاك ولله منين يجيهم ولله لا ما يخلوني نمشي ملس، وذاك متباعد يغير بعد ما ياسر مجي لهم، وهم اللي ما ياسر مجيهم اللي أنا ما هي قرضة. أنا بعد حمد المولي أنا اللي شريف لي معكم هذا اللقاء، شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد الأغلاف المحمد السيدي، كنا سعداء بهذه الدردشة عبر بودكاست قدوات، شكرا جزيلا. اي والله خير، احسن جزاء، الحمد لله.